كثر عانى من عجائب حياته.
سرجوا عن أهل وأولاد وبنات ما رأوا قدر ولا شان ومقام من يجيبون لثائر الثبات يزعج شم رواية بالبلايا شم رواية بالبلايا عن معاناة إمامي من بني العباس من يجونا يسحبونا من يجونا يسحبونا في ظلام الليل ما فيهم أبد إحساس حسرة لقصر الطاغية جابوا دمع الليالي جارية من يوقفون لا يرحموا شم رواية بالبلايا عن معاناة إمامي من بني العباس من يجو يسحبونا في ظلام الليل ما فيهم أبد إحساس حسرة لقصر الطاغية جابوا الغاد واللي يسحبون دمع الليالي جارية من يوقفون لا يرحمون ما خلوا بدنا في دارا كم منهم بدت هذه الجسارة مو ابن النبي يوقف حاسر بحسر الإمارة وقف بداك القصور العزم ما ينكسر وقف بداك القصور بالعزم ما ينكسر عزم بالله حجة الله شكيت وادعى إمامي يبدأ النعيم
أبد ما تنفع الليلة مالك الجمعة وفي النهاية بالجبو عرشك توضع ما تقدر بعد حرس موتك الدفعة دخل في قلبه الرعب وانهمار دمعة وما ظن قلبي التعب ظالم بباقة لو من ندم عمل ما ينسى اللي فعل من حرب الغربة رغم البلاء والأسر ما يختلف داربه لو من ندم عمل ما ينسى اللي فعل من حارب التربه والهادي كله صبر رغم البلاء والأسر ما يختلف أبد ما تنفع الحلال ومالك الجمع وفي النهاية بالجبر عرشك توضع ما تقدر بعد حرس موتك الدفع دخل في قلبه الرعب وانهمار دمعه وما ظن قلبي يتعب